كيفنا اليوم؟ اليوم رح نحكي عن النشوة، سؤال كتار بيسألوه لأنه بعض النساء ما بتوصل للنشوة أما بتعرف شو هي النشوة. أولاً طبياً وبيولوجياً، النشوة هي أعلى مرحلة أم قمة اللذة عند المرأة وعند الرجل. كيف تظهر النشوة؟ الرجل والمرأة رح يحسوا دقات قلب سريع، رح يحسوا تنفسهم صار سريع، حتى رح يحسوا بتقلصات بإجريهم وبإيديهم، أيام بوجههم كمان، ورح يحسوا بشعور اللذة كتير عالي بس قصير. يعني في كتير بيستغربوا أنه ها هي، فكان أنه شيء أكتر من هيك، بس هي لذة قد ما حلوة الواحد رح يطلع عباله أنه يعيدها. رح يصير في كمان تقلصات بالحوض، يعني عند الرجل بيصير في تقلصات بالحوض وبالعضو، وهالتقلصات بتؤدي إلى القذف، وعند المرأة رح يصير في تقلصات بالمهبل وبالأعضاء الجنسية.